أنا لا أريد هذا الخبز، لكنني أستطيع إعطاه بكل سرور. نعم بالطبع. نحن لا نفعل شيئاً منافياً للقانون. لا يوجد قانون يمنع أخذ الطعام من حاويات القمامة. هذه المتاجر لا توزع الطعام مجاناً، إنها تفتح لكسب النقود. لا أحد فيها يصدر قبل 20 دقيقة من إقفال المتجر إعلانات من مثل: انتباه أيها الزوار، الطعام الذي ترونه أمامكم سينقل عما قريب إلى الرصيف إلى الشارع، إذن لا داعي لشرائه لأنكم ستستطيعون الحصول عليه عما قليل مجاناً. المتاجر لا يروقها كل هذا بتعبير أدق. إدارة المتاجر والعاملون فيها لا يروقهم كثيراً النظر إلى الناس وهم يذهبون بالطعام الجيد الذي يرمونه هم، لأن هذا قد يصبح تهديداً لعملهم. إننا نقوم بإنقاذ الطعام، نحن لا ننبش في القمامة، نحن ننقذ الموارد التي يمكن استعمالها. أنا أدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في عدد من كليات المدينة، أعمل في كلية لاغوارديا في مانهاتن وجامعة بيس. لدي نقود لشراء المواد الغذائية، أنا لا أعاني من الجوع بيد أنني أهتم بالبيئة. ابني يبلغ من العمر 12 عاما وأنا أخجل إلى العالم الذي سنورثه له. أنا أدرك أن هذا النوع من التوفير من جانبي لن يحدث تغييرا كبيرا، ولكن لو اقتدى بهذا المثال عدد أكبر من الناس لبقي قدر أقل من القمامة. أنا لا آكل هذا الطعام فقط، بل أعطي عبوته لكي يعاد تدويرها. لدينا مشكلة ضخمة متعلقة بالنفايات الغذائية. أعتقد أن كثيرين لا يدركون حجم هذه المشكلة. نحو 1/5 الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة و4 تريليونات جالون من المياه تستهلك لزراعة طعام لا يأكله أحد لأنه لا يدر دخلاً. الرأسماليون المتعطشون للربح قرروا أن بيعها ليس ممكناً، لذا فهي غير صالحة للأكل. نحو 8% من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في العالم مرتبطة بالنفايات الغذائية، وهذا لا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه في أساس حركة الفريغانيين الذين ينقذون الطعام من النفايات قرار السعي لتحقيق نمط حياة مستقر. كل حلقة في سلسلة إنتاج المواد الغذائية تخلف نفايات، بدءا من المزارع حيث يجمعون هذه المواد. تمعنوا في معايير الكمال التي نتبعها. عند دخولكم إلى أي سوبر ماركت في أمريكا ستلاحظون أن كل قطع الكيوي متماثلة وهي بحجم بيضة الدجاج تقريباً، حجم مثالي. كذلك أحجام المانجو والبابايا والتفاح والبطاطا. بيد أننا نحن نعلم أن تفاوت أحجامها في حقيقة الأمر عظيم، وهذا يعني أن أحجامها تجعل متطابقة في المزرعة. أما تلك التي لا توافق معايير الكمال فترسل إلى حاوية النفايات. بعد ذلك تأتي المرحلتان التاليتان، التعبئة ثم النقل. في مرحلة النقل يلقى أيضاً ببعض الأطعمة، وفي نهاية المطاف تصل المواد الغذائية إلى المتجر، وإذا كانت متغضنة قليلاً أو كان هناك شيء آخر فإنها أيضاً ترمى. للوهلة الأولى يبدو أن هذه الكمالية جيدة، فالإعلانات تقنعنا بالبيت المثالي، الإجازة المثالية، السيارة المثالية، والأثاث المثالي. كل شيء يجب أن يكون مثالياً، بيد أن ثمن هذه الكمالية هو الدمار السريع لكوكبنا، ولا مثالية في ذلك أبداً. كل هذه البطاطا والفلفل والبصل كلها من أكياس النفايات. نعم، أتحدث بوضوح مع أهلي وأقربائي عن انتمائي إلى الفريغانيين، ولا أخفي هذا عن أي كان. بعضهم يرى غرابة في هذا، والبعض الآخر ينبذه. كشقيقتي التي قلت لها إنني أنقذ الطعام قالت: كيف؟ قلت لها: أخذوه من النفايات
من الناس الذين يريدون التخلص منه. قالت: أي أنك تنبش في النفايات؟ أجبتها: نعم، هذه إحدى الطرق. قالت: أنت فعلاً تذهب إلى حيث الحاويات. ماذا هنا؟ شرائح بطاطا مقلية. نعم، قد يكون هناك شيء منها. هذا جرير، يمكن تحضير عصيدة. علبة رقائق كاملة. وما هذا؟ ماتسا بالبيض؟ شرائح خبز فطير بالشوكولا السوداء؟ يجب الحديث عن هذا بصراحة. عندما نتفاعل مع هذا الموضوع بحساسية، عندما نخجل من الحديث عنه، فإن قناعات الآخرين تتعزز بأنه عمل شائن. إذا حاولتم إخفاء الأمر بشكل أو بآخر، كالقول: حسناً، نعم، نحن أحياناً نبحث في القمامة، لكن لا، تكلم بصراحة وقل: نحن نأخذ الطعام من حاويات النفايات لأنها تحتوي على طعام جيد. في هذه الحال غالباً ما يطرح السؤال: كيف ظهرت هناك؟ وهنا تقول: دعني أشرح لكم، لأن المنظومة التي نعيشها مبذرة جداً. المتاجر في بلدنا تغرق في وفرة المعروض، ولا يسمح أصحابها بنفاذ ولو نوع واحد من المواد الغذائية فيها. لذلك يتولد لدى الناس شعور طيب بأنهم يستطيعون شراء كل ما يحلمون به، ولكن ذلك يفضي إلى نتيجة جانبية لهذه المنظومة. نحن نرمي كل هذا الطعام الجيد. هنا حتى مدة الصلاحية لم تنتهي، لكنهم بالفعل تلقوا دفعة جديدة. وها هو مكتوب هنا: صالح حتى 21 من مارس هذه السنة، أي ما زال هناك يومان. هناك مواد غذائية يمكن استعمالها بضع سنوات عقب انتهاء مدة صلاحيتها. الأمر يتعلق بالمعلبات. في هذه الخزانة الصغيرة أحتفظ بالمعلبات. هذه معكرونة، لا أعرف لما يرمونها. أمس وجدت مانجو مجففة، العبوة غير مفتوحة حتى إنني لا أرى تاريخ الصلاحية. ها هو، ربما قد تظل صالحة إلى الأبد، حتى 28 من شهر سبتمبر سنة 2021. لا أدري لماذا تخلص منها، ستظل صالحة 5 أشهر أخرى. أنا أدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. كل طلابي من المهاجرين، أتحدث إليهم عن الأشياء التي ربما لن يتاح لهم معرفتها من الأساتذة الآخرين. سمعوا هذا يثير تقزز بعضهم، لكن بينهم من يطرح أسئلة مثل: كيف أقوم بذلك؟ إلى أين؟ إلى أين يمكن الذهاب؟ فأجيبهم ببساطة: تجول في منطقتك، عندما ترى حاوية نفايات فألق نظرة إلى داخلها. النفايات في نيويورك تجمع بطريقة مختلفة عن غالبية المناطق الأخرى، خاصة في منهاتن. هنا لا توجد أفنية خلفية ومواقف سيارات، لا توجد أماكن كتلك التي توضع فيها عادة حاويات النفايات، ولذا تضع محلات السوبر ماركت والمخابز والمتاجر عادة نفاياتها في أكياس وتخرجها ليلاً إلى الأرصفة. أعتقد أنه يوجد فريغانيون من النوع الذي يجمع أطعمة تفوق حاجته. هذا سلوك غريزي، وهو الاهتمام بعدم ترك الطعام يذهب سدى. أنت تأخذه فقط لمجرد أن لا يبقى وسط القمامة، لا سيما أن سيارة جمع القمامة تأتي بعد 20 أو 30 دقيقة، وهي تنقل كل هذا إلى مكب النفايات. دارلين عرضت علي أخذ جزء من المواد الغذائية من البراد وأرسلت لي هذه الصورة. يا إلهي، اخترت ما تحبينه. نعم، ولدي المزيد. ها هي غنيمة اليوم، ولدي أيضاً عنب بري. لا أدري هل تفضلين العنب الأخضر أم الأسود، أحضرت هذا. وهذا قرون وتفاح، تفاحة خضراء كبيرة وفراولة.
يا للروعة، أتذكرين كيف وجدت صندوق فراولة في طريق عودتنا الليلة الماضية إلى البيت؟ بالضبط، لذلك لم أطلبها. لا عليك، لدي ما يكفي. حسناً، سأخذها، يمكن صنع عصير سموزي ممتاز منها. ولدي أيضاً صندوق عنب بري إن أردت. رائع، أنصحكم جميعاً بممارسة ذلك لأن الأطعمة أكثر بكثير مما أستطيع أكله. عادة لا أخذ مواد غذائية أكثر من حاجتي إلا في حالة الاستعداد لزيارة صديقتي جانيت. في هذه الحالة أخذ مواد إضافية، غير أنني لا أجلب طعاماً أعرف أن مدة صلاحيته ستنتهي. أنا سعيدة للغاية لعثوري على مجموعة فريغانيين. جميل أن في حياتي هؤلاء الناس الطيبين مثل دارلين وريتش، أي الناس الذين يفكرون مثلي. الآخرون ينجذبون إلينا لأننا نفكر بطريقة تختلف عن غالبية أفراد المجتمع. لا توجد في رأسنا هذه الفكرة، يجب أن نشتري هذا الذي رأيته للتو في الإعلان، فهو الأحدث والأفضل. الأمر بالنسبة لنا على العكس تماماً، نحن لا نرى ضرورة في شراء الأشياء لأنها الأفضل أو الأحدث وحسب. الصداقة والعلاقات بين الناس والنزاهة وإمكانية التعرف إلى أناس طيبين، هذا هو المهم. انتقلت إلى هنا في شهر مايو الماضي في غمرة الجائحة عندما كان كل شيء مغلقاً. أنا على أي حال لم أنوي الذهاب إلى المحلات التجارية، ولو اشتريت شيئاً ما فهو من الأشياء التافهة الرخيصة، إذ إن كل نقود كانت تذهب لسداد أجرة السكن. وقد تسنى لي تأثيث المنزل على نحو جميل بأشياء حصلت عليها كلها بالمجان. هذا وجدته على الطريق، وهذا أيضاً. هذه تزن 1000 رطل، خزانة جميلة، لا شيء لدي لأضعه هنا، لكن توجد هنا أشياء بسيطة، أدراج صغيرة، كل ما هو لدي هنا أيضاً جمعته من أماكن مختلفة. لو اندلعت الحرب غداً فلدينا ضمادات وأدوية كثيرة وجهاز لقياس ضغط الدم. هذه صيدليتي، هذا معجون أسنان، مدخرات تكفي عدة سنوات. إذا احتاج أحد ما إلى دواء ما فلدي ما يفيد. أنا أجمع أشياء كثيرة وأحرص على توزيع ما لا أحتاجه. لقد حددت لنفسي هدفاً وهو ألا أكدس أشياء كثيرة جداً. وجدت مرة عبوتين من دباسات الورق في كل منهما 5000 دباسة. أدركت أنني لن أحتاج أبداً إلى شراء دباسات في المستقبل، هذا ستكفيني مدى الحياة. هناك مواقع كثيرة في الإنترنت يمكنك العثور فيها على مختلف الأشياء، وفي الفيسبوك توجد على نطاق محدود فقط لسكان منطقة معينة صفحات لمجموعات بعنوان لا تشتري شيئاً. مثلاً هناك من يوزع أغراض أطفاله الذين كبروا ولم يعودوا بحاجة إليها. بوجه عام يوزعون كل شيء ما عدا الطفل نفسه. أحدهم يضع إعلاناً يكتب فيه أريد التخلص من هذا وهذا. هناك من يكتب هل يوجد هذا وذاك من الأغراض؟ وهكذا يجد الناس بعضهم بعضاً. هنا سيدة تبحث عن مضخة حليب للثدي، وها هي لدى أحدهم، أما الآن فسيلتقيان. أنا شخصياً عرضت مرهماً للشفاه وأقنعة وأشياء أخرى مشابهة، أخذتها سيدة، والآن يستخدمها شخص ما. أحدهم ترك لنا علامة حبه. أهلاً بكم في متجرنا المجاني، افتتحناه قبل أسبوع. قبل ذلك كان هنا هذا اللوح الخشبي فقط، الرسوم وكومة من القمامة. على سبيل المثال الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة والتي تتطاير في جميع أرجاء المدينة، إضافة إلى أعقاب السجائر والقوارير البلاستيكية التي يرميها الناس على الطرقات. هذا المكان كان كعظمة في الحلق يجذب إليه كل ما هو سيء، ونحن قررنا وقلنا دعونا نجعله يعود بالفائدة على المجتمع. وجدت كثير من الأشياء في الزبالة، على سبيل المثال هذه اللافتة الجميلة وهي في حالة ممتازة،
وهذه الرفوف، كل هذا وجدناه في حاويات القمامة هنا في المطبخ الجهنمي. كل شيء قائم هنا على مبدأ التبادل، ولا يشمل تبادل المعارف فقط بل والموارد. عندما يشتري الناس سكناً هنا يقطنون أغراضاً، وعند السفر تذهب هذه الأشياء إلى المزبلة. أحدهم استولى على أحد رفوفنا، وفقدنا بذلك جزءاً من ممتلكاتنا غير المنقولة، لكننا سنجد غيره. هذا هو المطلوب بالضبط. تعجبني جداً، أعجبتني الصور في المجموعة، ورأيت كيف كان الناس يتبادلونها. التبادل رهيب. وجد أحدهم مسطرة رسم هندسي مدهش، لم يأخذها أحد بعد؟ نحن نضع أحياناً صوراً في مجموعة لا تشتري التابعة لنا. ستأخذها؟ حسناً، هيا إلى المدرسة، يوماً طيباً. إنه مشروع تجريبي للمجتمع والموظفين والمتعهدين. سترى عندما يتكاتف الناس يصبح كل ما حولك نظيفاً ومريحاً. خصصوا لنا مساحة أكبر، امنحونا فسحة أكبر. الآن يوجد فائض لا مثيل له من الأغراض التي يرميها أناس، في حين أن أناساً آخرين يفتقرون إليها، لدرجة أننا لم نعد في الواقع نحتاج لشراء أي شيء جديد. لدينا كل ما نحتاجه، وهكذا يتمكن الناس من التبادل بحجم أكبر. ماذا أخذت؟ أخذت هذه. أرجو أن نلتقي قريباً. طاب يومك. نحن ذاهبون إلى سوق التبادل المجاني في حي فورست هيلز بضاحية كوينز. أحضرت معي للتبادل مختلف الأغراض التي جمعتها طيلة السنين والأشهر والأيام الماضية. هو سوق جديد حسب علمي، حيث يحضر الناس أغراضهم لتوزيعها وأخذ غيرها مجاناً. هذا رائع بالنسبة إلي، لأنني دائماً أوزع أغراضي بسرور. إبريق الشاي الكهربائي وجد مكاناً له في حاوية قمامة عند أحد المتاجر بسبب انتهاء فترة أعياد الميلاد. وهكذا تحول إبريق شاي جيد إلى قمامة. الأثرياء يستفيدون من الضرائب أكثر من الآخرين، لذلك فإنهم يفضلون رمي الأغراض بدلاً من توزيعها على الناس، وإلا فلن يشتريها هؤلاء. الفكرة الأساس لهذه الفلسفة تتمثل في تقليص كمية النفايات، بمعنى أن الشيء الذي يجب أن يرمى لن يكون نفاية. نحن لا نتبادل الأموال، وعوضاً عن ذلك سيستخدم هذا الشيء خارج إطار السوق الرأسمالي السائد. نحن فقط نستخدم الأشياء التي لا يحتاجها الناس أو التي يرون أنها لم تعد تلزمهم، وبهذا تتحقق مصلحة متبادلة. أعرض على مارك الهدية التي أحضرتها له. لقد وجدتها قبل فترة قريبة هذا الأسبوع على قارعة الطريق. لقية رائعة. نعم، فضلاً عن أن الأوتار لا تكفي هنا، فقد يتعين تغيير هذا الجزء على الدستان. نعم، أرى. يجب إصلاحه أو تغييره. لا ينبغي الظن أن هذه هي مشكلة الدول النامية أو العالم الثالث. هذا يحدث هنا، عندنا. عندما يتحدث الناس عن نقص المواد الغذائية أو الجوع، يتخيلون حملة تلفزيونية لجمع التبرعات للأطفال الجوع في إفريقيا أو غيرها، بيد أن الناس يتضورون جوعاً الآن وهنا في الولايات المتحدة في مجتمعنا، يموتون جوعاً هنا في شوارعنا. هذه المشكلة ليست في مكان ما هناك، إنها مشكلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنا نحن الأمريكيين، لأن كل هذا يحدث حولنا، ونحن نمتلك الموارد لتغيير الوضع هنا في مجتمعنا. متاجر المواد الغذائية ترمي يومياً عشرات الكيلوغرامات من الطعام، بل المئات منها. هذا في الوقت الذي يمكن فيه ببساطة إطعام الجوع بهذه المواد الغذائية. لدينا وسائل لحل هذه المشكلة على المستوى المحلي، وحلها يعد ضرورة ملحة جداً. هي ليست أزمة عابرة.
ليس من الضروري أن ينبش الجميع في حاويات القمامة بحثاً عن الطعام المجاني، ويبدو لي خاصة في فترة الجائحة أن الناس أبدوا اهتمامهم بمن فقدوا عملهم وبمن عجزوا عن سداد إيجارات السكن ومن بقي على هامش الاقتصاد. الآن سنعطيك هذه، انتظر قليلاً. هذا مخبز إيرين ماكيني. كل أحد يقدمون لنا حلويات مختلفة، غالباً ما تكون من دفعة البارحة، وفضلاً عن ذلك يضعون لنا أحياناً قطاعاً طازجة. الناس في الحديقة يعشقونها، معجنات نباتية خالية من الجلوتين، أعتقد أنها أيضاً خالية من الجوز، وهكذا. كل هذا يمكن تناوله إلا لمن يريد خفض استهلاك السكر. في نهاية المطاف نحرص على عدم رمي أي شيء ونقوم بتوزيعه على الناس، فإن لم يأخذوه أقدمه للمشردين. نحن لا نرمي الطعام ونسعى للحصول على الفائدة القصوى مما نفعله. رمي الطعام عمل مهول في نيويورك حيث توجد أعداد كبيرة من المحتاجين. هناك مخابز ترمي الطعام بدلاً من توزيعه فقط بسبب التكاسل. عملت في مؤسستين كانتا ترميان الطعام بدل توزيعه على المحتاجين، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك سيفقدون أرباحهم، لكنك في جميع الأحوال تخسر عندما ترمي الطعام، لذا يبدو لي من الأفضل إعطاؤه لمن يحتاج إليه. هيا خذ، سأصب لك الحساء. اسمي سان إيغنيو، أنا متطوع في حركة الغذاء بدلاً من القنابل في مانهاتن. نحن الآن في حديقة تومكنز سكوير. هنا كل يوم أحد في الساعة 4:30 مساءً نوزع الطعام، وإن لم نفعل ذلك فإن متاجر المواد الغذائية سترميه، وهو طعام نباتي خالص نعده في الحديقة كل أحد مجاناً للجوع. هي وسيلة للتقليل من هدر المواد الغذائية ولإطعام الجوع وتعزيز شعور التكافل والاستقرار في مجتمعنا. لدي هنا مواد غذائية نباتية، فواكه مختلفة، كما يوجد خبز في بعض الأكياس. كل شيء يتوقف على نوعية الطعام الذي يتبرعون به لنا في الأسبوع أو ذاك. أحياناً يعطوننا 10 صناديق من المواد الغذائية في الأسبوع، وأحياناً واحداً أو 2 فقط. هذا ليس طعاماً من القمامة، إنها مواد غذائية يتبرع لنا بها أصحاب المتاجر، أي الأغذية التي رفعوها من قائمة المبيعات ولم يرسلوها إلى مكب النفايات. نحن نوزعها على المحتاجين. لم أفتقر إلى الطعام قط من قبل، غير أنني فزعت كثيراً بسبب فيروس كورونا. أخذت أتابع مثل هذه الفعاليات للمشاركة في عمليات التوزيع والتعرف إلى ما يوزعونه. أنا أعطي ما لا أكله للآخرين في منطقتي. أنا متقاعدة، لا عمل لدي، إنها أوقات صعبة. الناس خائفون، كل من في المدينة خائف، خاصة أن المدينة خاوية والناس لا يعرفون ما العمل لاحقاً. أعطني حصتين، واحدة لي والأخرى لصديقي. حسناً، يمكنني القول إن معظم الناس هنا هم من الذين يأتون إلى الحديقة باستمرار. إنهم يعيشون بالقرب من هنا، وفي غالبهم يتلقون إما راتباً أو معاش إعاقة أو إعانة بطالة أو قسائم طعام. ميزانيتهم لشراء المواد الغذائية محدودة للغاية. توجد مراكز أخرى في هذه المنطقة لتوزيع الطعام، أحدها تابع للدولة وآخر للكنيسة. بدأنا غالبية المراكز تطلب إثبات الوضع المالي أو أنك تحتاج إلى مساعدة. نحن في حركة الغذاء بدلا من القنابل نوزع الطعام على الجميع بغض النظر عن الوضع الاجتماعي، لأن المسألة مرتبطة باستهلاك المواد الغذائية. عندما يأكل الناس هنا لن يحتاجوا لشراء الطعام من المتاجر، لن يدعموا الأسواق، وسيكفون عن هدر الطعام. هذا براد عمومي. بعد أن ننتهي من توزيع الطعام نضع ما تبقى منه هنا.
ويستطيع أي كان أن يأتي ويأخذ الطعام مجاناً من البراد، أو على العكس أن يضع فيه ما لديه. عملية التبادل مرتفعة بما يكفي، أتحقق مما يتبقى مرة كل يومين. إن جئت في الثانية ليلاً مثلاً وكانت هناك بقايا طعام، لن يبقى منها شيء في الصباح. وهكذا يطعم هذا البراد عدداً كبيراً من سكان المنطقة. نحن عادة نضع هنا كل ما يتبقى لدينا. في فترة الجائحة زادوا من وضع برادات كهذه في أرجاء المدينة، وهكذا أصبح في كثير من أحياء نيويورك برادات للطعام المجاني. إنه مثال عملي للمساعدة المتبادلة. نعم، أوافق على ذلك. هذا عمل صائب جداً أن يأتي الناس ويضعوا الطعام في هذه البرادات، لأنه يوجد هنا كثير من المشردين، وأعتقد أنهم ممتنون لهذه المساعدة. أنا أعيش في هذا الحي، اسمي روب، وأنا أيضاً آتي بالطعام لكي يجد الناس ما يتناولونه في هذا الوقت العصيب. يجب التفاعل سريعاً ما يحدث في فترة الجائحة. أناس كثيرون ببساطة لا يملكون المال لشراء الطعام، لديهم أطفال وأهل يتطلبون الرعاية. لا أحد يعرف ما سيحدث، وإنه لشيء رائع أن يجلب الناس الطعام. هل أجد كيساً آخر كهذا؟ نعم، وجدت كيساً نظيفاً. قرأت منذ وقت قريب في الأخبار أن المتاجر في فرنسا منعت من ربي الطعام، وأن عليها توزيع الأطعمة التي ما زالت صالحة للأكل. أما هنا فبمجرد اقتراب الطعام من تاريخ انتهاء صلاحيته يرمونه. سيكون رائعاً لو نظرت في حاوية القمامة أن تجدها فارغة، لكنني أدرك أن هذا لن يحدث. أنا لا أحاول تعليم الناس تسلق أكوام النفايات، أحاول تغيير موقفنا من الاقتصاد واستهلاك المواد الغذائية. هذا يجب ألا يكون أبداً، ألا تكون هناك حتى جدوى من تسلق أكوام القمامة.